من أجل تحفيزهم على التفوق والتميز، يلجأ بعض الآباء والأمهات إلى أسلوب المقارنة بين أطفالهم وأبنائهم من جهة، وبين زملائهم وأصدقائهم أو حتى أخواتهم من جهة ثانية، طريقة تثير الجدل بين الأسر وقد تدفع للخلافات بين أفرادها. طبعاً أكيد ما بيقللش منه، ده هو أنا بخليه غير، أخليه غيور يبقى أحسن من زمايله، وأنا عايز ابني يبقى أحسن واحد في الدنيا، فلازم برضو أنا أقعد معاه كده على انفراد من غير زمايله ومن غير أي حد، أفهمه أقول أنا عايزك أنت تبقى أحسن من كل دول. ربنا خلق كل واحد فينا بسماته الشخصية، أنت لما حضرتك تعملي مقارنات أو تقولوا له شوف ابن خالتك عمل إيه، ابن خالك عمل إيه، أو بنتك تقول لها شايفة فلانة لابسة إزاي وفلانة، لا أنت وجهي بالمبادئ السليمة وبالقيم السليمة، هيطلع أولادك أصحاء في كل حاجة. وبعيداً عن أسلوب المقارنة بين الأبناء وزملائهم من قبل الوالدين، يشير مختصون إلى طرق وأساليب مختلفة للتحفيز ودفع الأبناء إلى التفوق والتميز بدون آثار سلبية عليهم أو على الأسرة. هم عايزين الأطفال أفضل شيء، لكن الأفضل دوت مفروض لكل طفل فروق فردية، كل طفل مختلف عن التاني، فالطفل مفروض يبقى الأب والأم عارفين اللي هو متميز في حاجة واحدة بس، مش لازم يبقى زي أخوه مثلاً متفوق دراسياً أو متفوق رياضياً، فالحاجات دي كلها بتأثر بالسلب عليه، بتخلي الطفل بيعمل كل حاجة مستحيلة عشان يرضي الأب والأم بس، مش يرضي نفسه هو. فأنا مفروض أعرف الموهبة بتاع الطفل اللي هو متميز فيها وأبدأ أنمي الموهبة دي عنده. وإذا كان تركيز غالبية الأسر على التفوق الدراسي لأبنائهم، فإن الخبراء يرون أن اكتشاف المهارات والقدرات في سن مبكرة وتنميتها هو ما يساعد على بناء الشخصية ويمهد للنجاح في الحياة جنباً إلى جنب مع التفوق الدراسي. يسرى أمين، اليوم على الحرة، القاهرة.